سؤالي ليك في البداية، شنو هو جديد وإلا شنو اللي خلى حمادي جبالي اليوم يترشح للانتخابات الرئاسية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شنو اللي خلاني هو أولا نشعر بواجب. بلادنا الآن في وضعية مفترق طرق، ينواصل بناء تونس كما نحبوها ويحبها الشعب التونسي، وكما خرجت الثورة من أجلها، بلاد نامية آمنة، بلاد فيها حريات فيها التنمية، تقضي على هالفوارق الجهوية والفئوية، تتيح لكل أبنائها الفرصة. أنا نعتبر هذه المطالب والأمال كلها تدهورت، ولهذا وصلنا إلى موقف أنه كل واحد يأخذ مسؤوليته. أنا نعتبر أنه خرجت من الحركة وخرجت من الحكم، مش معنى استقلت باش ننفع بلادي. أنا نعتبر تقديمي لهذا الترشح مواصلة في النضال من أجل هذه الأهداف. في وقت من الأوقات حمادي جبالي أنت حكيت وتوا كنا نسمع زادة كيف كيف البورتري من بين التصريحات نتاعك أنه تونس ولا المسيرة نتاع الثورة على الميحك. ما تشوفش اللي أنت كنت معناها من ضمن المنظومة الحاكمة اللي حكمت بعد الثورة واللي حطت الثورة التونسية في المسار هذايا ولا في الوضعية الصعيبة شوي؟ ما يلزمش ننفيو مسؤوليتنا، لأنه نفي المسؤولية معناها تملص منها وهروب إلى الأمام. طيب كل واحد نسمع يقول التركة اللي قيناها وأنا عملت وأنا أصلحت وأنا الأجدر وأنا الأحسن وما غلطتش. لا ما نقولش هذا، كل عمل بشر توجد فيه الخطأ والصواب. سيد حمادي جبالي تعلم الأخطاء اللي أكيد أكيد وقاعد نتعلم، ومن صغري أنا نتعلم من أخطائي. حمادي شو هو بعض الأخطاء اللي أنت تعتبرها في فترة الحكم وأنت متولي رئيس الحكومة، شو الأخطاء اللي صارت بالضبط الفترة؟ لكن خلينا نكمل شوية. اللي ما يخطئش ما يصيبش وما يصلحش وما ينجحش، لابد أن نتصلحوا بالنقد الذاتي ونكونوا متشبعين به. شنو عملنا وشنو أخطأنا وين أصبنا؟ أولا الساعة إذا أخطأنا ما جيناش بفكرة تحطيم الثورة، فما من يخطئ عمدا ويصر على الخطأ والهدف متاعه هو تحطيم هذه التجربة. فارق كبير بين يكون الخط البياني متاعه هو الإصلاح وإقامة العدل والحريات، وبين واحد يأتي باش يحطم. أنا من أبناء الثورة، مش ممكن نكون مناهضيها. إذا كل عملي فيه نجاح وفيه خطأ بكل مصداقية. إذا نعمل أنا النتيجة البيلان متاع حكم حمادي جبالي وبالأرقام مش بالشعارات، نلقى على مستوى اقتصادي أفضل نتائج منذ لحد الآن. تحبوا على كل المستويات، مؤشر النمو، التشغيل، وبما فيها المسألة القيمية. من بعد حمادي تشغيل اللي أثار من بعد بوليميكا، لخاطر فما برشا ناس اعتبرت، معناتها أطراف سياسية اعتبرت أنه في فترة الحكم متاعك تحلت باب الانتدابات، دخلوا برشا ناس، دونك فما إشكال صار من بعد في حكاية التشغيل. أنا نجاوبه وقد جاوبه واحد قبلي، سي بريغي كان وزير الوظيفة العمومية. وقال مصحح، لأن يعني الأرقام موجودة الآن في ميزانية الدولة. أنا في فترة حكمي ما أدخلنا إلا 25,000 في الوظيفة العمومية. منين جابوهم 100,000؟ منين جابوهم الأرقام؟ راهو فما أرقام للدولة، راهو يلزم نرجعوا لها، ما يلزمش من روسنا معنا. حتى ما يسمى بإدخال الضحايا اللي هما 11,000 ونصف تقريبا، واللي خذاو العفو التشريعي العام، ومن ضمن قضايا العفو التشريعي العام يلتحقوا بأعمالهم وبوظائفهم اللي اطردوا منها، اطردها من عليه، سواء تلميذ سواء وظيف سواء كذا، من حقهم مش من واجب الدولة فقط أن يرجعوا لوظائفهم. احنا رجعنا 6,500 برك اللي سمعتوا بالعفو التشريعي العام، تفهموا حقهم بذلك. نرجع نقول الحصيلة،
فما حصيله فنيه، فما حصيله ارقام تتكلم بنفسها، ما نحبش انا نتون ويرجعوا لها. انا قلت ديما اللي يحب يتكلم في هذا الموضوع هذا يحفظ درسه، يعني يمشي للنتائج الموجوده ويجي يقول انا شلقيت. هاو سي البريقي اللي هو وزير الوظيفه قال لا مش صحيح، لا فما مئات الاف ولا حد شيء. على مستوى الحريات مثلا، أعطوني شكون أدينا لأنه تكلم، وإلا كممنا أفواه، وإلا أنا مشيت أي صحفي وكلمته من مؤسسة الوطنية في التلفزيون وفي الراديو، قلت له إيجي عمل لي مسرحية انترفيو، ولا كلمت قاضي، ولا كلمت حمادي نفس الثوري. مازلنا في بداية الثورة، معناتها مش 2019 ولا 2018. لا لا، مازال فما النفس الثوري في الأصل نفس الثوري يزداد مش ينقص. أنت تراه نقص توا؟ نقص برشا، رجعنا للممارسات. هكما تشوفوا في الملفات الخارجة والفضايح وشو هو العرك والمعروك، شو هذا هذا نفس الثوري، هذا هذا رجوع إلى الوراء، رجوع إلى مربع الاستبداد والفساد إلى آخره. إذا أنا ما نقولش ما عملتش أخطاء ولا حكومتي ما عملتش أخطاء، بل بالعكس أنا ننطلق من هذه الأخطاء باش نصلح. ربما فما خطوات يمكن نكون بها في الوظيفة العمومية ولا في سلك الأمن ولا في التغيير، لابد. وكل ديمقراطية وتدخل إلا وتلقى مجموعة من الوظائف تتغير. حتى الولات حتى كذا، مش لأنه يجب يكون تابعين للحزب نتاعك، لا لا، وظائف إدارية جات فريق جديد كيف جديدة يزم نخليه الصحيح الصالح، ولكن اللي فيه شو بيزم. أنا ربما في قضية الأمن في الديوانة في المديرين العامين في كذا في الجهاز الإداري اللي نعتبر وننزه إدارتنا وزارتنا جيدة، ولكن ثم أماكن لا يمكن أن تتواصل بعد الثورة. كما شنو سي حمد؟ كما قلت لك انا المواقع، المواقع في امن في الديوان في الوظيفه في الانعام في الولايات، وهذا هذا واجب. تعيين الولايات والوظائف هذيا فيه محاباه، فيه محاصصات حزبيه اللي كان ولا اللي موجود توا. أنا خليك بكل وضوح وبكل حقيقة تواضع، كل اللي قاعد يتم في وزارات في سفراء في ولايات هي محاباة في محاباة وحزبية في حزبية. الآن مع الأسف على حساب الكفاءة ولا حساب الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا ما زلنا فيه ولا تراجعنا. احنا صحيح فما مواقع ربما يغلب عليها شوية حزبية، ولكن حبيت أن كل هذا لابد أن يكون في إطار التجديد وفي إطار نفس الثوري. تأخرنا في ذلك دونك هذين نلقاو في بعض النقاط، بعض الملفات، وهذا بدلنا جهد في قضية بيع هذه أملاك بن علي، هذه القصور كذا، وفما عرقلة كبيرة برشا وكان باش تدر علينا أموال نضخوها في صناديق التنمية. في عرقلة أنا نعطيك مثال بالواقع، أنا عجلت وعبيت وزرت مرتين قصر سيدي ظريف ولا هي مليار وأكثر دينار باش نضخوها في الاقتصاد الوطني لفئة التنمية. فما عين هذا ما يسمى بالقاضي المتصرف، المتصرف القضائي، حقيقة تعطيل في تعطيل، هاو قاعدين نعملوا في جرد، هاو قاعدين نعملوا في كذا، ولحد الآن ما وصلتوش الحاجة. لا، كل الحكومات قصور وممتلكات وكذا، وين قعدوا يبدو ينتظروا باش يرجعوا للماليهم ولا يرجعوا كذا. دونك انت سيد حمد، فما اشياء كان يجب الحسم فيها بسرعه وعدم الانتظار. استرجاع الاموال زاد اللي في الخارج، استرجاع، لا رجعنا، والوحيدين اللي رجعنا حكومة من لبنان. اما فما زاد مازلت فما اموال، اموال مش اموال، يتكلموا على مليارات الدولارات. شكرا رجعنا، عندك رؤية سيد حمادي جبالي في برنامجك الانتخابي لاسترجاع الأموال هذه. استنى، 36 مليون دولار، حاجة بسيطة، ما رجعناش. تعرف لقيت شبكة رهيبة جدا لهالأموال هذه اللي تخرجت، دي سوسيتي إكران وحسابات وشركات، مستحيل إلا ما تكون فما إرادة سياسية للبلاد الموجود فيها وإرادة سياسية عندك. وخاصة كانت عند البنك المركزي، الموضوع هذا كان عند البنك المركزي،
وهنا فما التقصير واضح من البنك المركزي. نعم في الجهاز اللي كان ذاك كان التقصير والتأخير وكذا. إذا أنت صحيح تقول يجب أن تكون الواقع، هل تملك كل الخيوط هذيك باش أنت تنجم مثلا في بعض البلدان اللي هي فيها الحسابات هذه يقول لك لا عندنا قانون وعندنا قانون، ولا تتعاون وربما كان شريك بعض عن شركاء فيها الأموال هذه. هذه الأموال تسربت هربت فعلا، لابد من شبكة كاملة باش نجم تفككها. هنا باش نقول الصعوبة لا، لكن ما يزمناش. قلت لي عندك برنامج؟ نعم موجودة في نقاط. نعم لابد من الإصرار باش نرجع لآخر دولار وآخر أورو لأموال الشعب نتاعنا. باش نواصلوا اليوم في الحوار نتاعنا، خلينا نرجعوا للحملات الانتخابيه، ونحن توا قاعدين نعيشوا اليوم الرابع على التوالي من الحمله الانتخابيه. خزان النهضه هو خزان كبير برشا، والاختلافات العديده اللي قاعدين نشوفوا فيها، اكيد 26 مترشح، دونك الناخب اليوم في تونس قاعد يلقى في تشتت في قدام الناخبين نتاعو ما بين الاصوات. نلقاو انصار النهضه دونك الاصوات معناها فما تشتت كبير لهنا، وانصار النهضه خاصة اللي هما متشتين بين مختلف الأطراف اللي عندها نقولوا نحن علاقة بالنهضة، كانت من بينهم سيادتك، زادا نحكي وزادا على الدكتور المنصف المرزوقي. دونك كيفاش تحاول أنت هكا تتصرف في الوضعية هذه؟ علاش التشتت هذا؟ أولا التشتت هي ظاهرة إيجابية، مش تشتت هو التعدد والاختلاف، ما هاش نتكلموا به التشتت، هذه ممارسة ديمقراطية. احنا كنا حزب واحد ورئيس واحد وفي أحد، الآن في تعددين، هي حاجة صحية برشا. علاش نسميها التشتت؟ نسميها هذه ممارسة ديمقراطية والتعددية والاختلاف الرأي. شعبنا يلزم الآن يتعود على هذا. ما سمعنا سي حمادي، حتى في نفس العائلة وربما نقعدوا أصحاب، ولكن كل واحد عنده رأي وكل واحد عنده حزبه يصوت له. أنا المهم في هذا بتعدد الآراء، صحيح التعددية الحزبية مطلوبة، ولكن التعددية اللي في وسط الحزب الواحد، الانشقاقات اللي قاعدة. أنا مش في وسط حزب واحد. أنت خرجت من حركة النهضة. أنا الآن صرت مستقل. يا سيدي اعتبروني حزب بشخص. علاش ديما التساق ذي الذي لا فكاك له؟ أنا قلت وبكل وضوح راني مستقل فعلا، ما صدقوش الناس، قالوا إلا ما عينة الحركة مرشحة. عارفوا والله إذا سي حمادي مستقل، لو كان مش مستقل راي دعمته حتى من تحت لتحت. ولذلك خلينا مهل، راهو مش عيب، راهو كأنه نعتبروها قضية شرعية وقضية كذا، كيفاش تخرج على الصف وكيفاش كذا. ما أولا الساعة يلزم نفرقوا القضايا ذي الحزبية والسياسية، راهي قضية تدبير مش قضية صف مع من الشرعي، مش قضية تمام. غير مالا هالمجتمع اللي نتصوروه يا سيدي، هب أنهم يسموه المجتمع الإسلامي. في المجتمع الإسلامي فما حزب واحد ولا ما فهمتش أنا؟ وإذا برشا حساب شنو نعملوا؟ معناها فرقت الصف. احنا مش في هذا الموضوع. على حركة النهضة، ولكن في تقديمك لترشح تزكيات كانت من أصدقائك اللي هما نواب. ما فيش عيب. عن حركة النهضة. ما فيش عيب. وسمعنا زيدا. هل أنه هذا موري حتى في فرنسا قلت في أوروبا وغيرها فما أحزاب قوية تعطي المترشحين. يعني هذه ربما تعامل راقي ومدني. إيش فيه؟ وخاصة قبل أن ترشح النهضة. أما أنا نحب نخرج شوية من قضية النهضة. كلمتين فقط. راني دخلت النهضة على مشروع، ما دخلت لهاش على تنظيم. المشروع هذايا في أوله كان الدفاع على كيان الحركة والدفاع على الحريات. بعد تغير الحريات، وقت الحريات دافع على الحركة، نحب حريات لينا ولغيرنا، نحب نلقاو بوقتنا في تحت الشمس، نحب حزب، نحب نعملوا كي غيرنا، وأثبتنا أننا فعلا لا متاع عنف ولا متاع ممارسات هذه بالقوة ولا بالسلاح. الآن بعد الثورة ورئيس حكومة وكذا، أنا نعتبر أنه كلمة حتى الانتماء لابد أن تتطور. أنا منتمي إلى بلاد، إلى شعب، إلى مجتمع، مانيش منتمي إلى حزب. ماهوش عيب هذا، أنا في خدمة، نحب في خدمة بلادي. غدوة كان قررت ونعمل حزب، هو إذا ريت مصلحته ونعملها. أنا الآن مستقل عن كل الأحزاب تتساوى في ذلك النهضة وغيرها وغيرها وغيرها. أما سي حمد مخزان علاقة سنوات فك أوجد. في بعض أشهر، وأنت كنت قلت في حوار صحفي لايمت هذم أنه الحادثة متاع 2012 الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل، مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، قلت ربما كانت مدبرة من داخل
حزب حركة النهضة للإطاحة بك وقتها من الحكم. التصريح هذا ليك أنت، وتعهدت زادة بكشف ملفات في علاقة بحركة النهضة. أنا التصريح هذا موجود عند الوقت تعطيه لك. إذا لقيت العبارة هذه أنا راهي مدبرة من النهضة. لا عمري ما لا لا قلت ربما، أنت ما قلتش حتى ربما. شوف هو موجود النص نجم نبثورك، لأنه فعلا العناوين ربما غلطت شويهم. عندي النص ونعطيه، عندي النص والتسجيل. أي سمعوا نسمعوا. أنا قلت في كل عمل سياسي وفي كل حزب فما تناقضات، فما ربما حتى نسميهم لوبيات ولا غيره وغيره فما. لكن أن نوصل أن نتهم الحركة كما قالوا أن خرجتني وطردتني وحب تطيح بي، قلت لا سبيل إلي، هذا غير مفهوم. ذكرت القضية متاع الاتحاد، وذكرت حتى السفارة، ذكرت كثير من الأشياء. قلت هذه من التراكمات ومن السلبيات اللي خلاتني بشوي، وقضية الحكم والمحاصة والوزراء وعلى شكون يرجع الوزراء، شنو مرجعيتهم إلى آخره. قلت هذه من التراكمات اللي خلاتني نقدم استقالتي، لأنه أنا وقت اللي جبت الحكومة الكفاءات الوطنية لهذه الأسباب أو جزء لهذه الأسباب. أنت وزير في حكومة عندك دستور وعندك قوانين البلاد، أنت مرجعيتك مش حزبك من بعد، هي رئيس الحكومة، هي رئيس الحكومة موش النهضة برك غيرهم. نحن كل وقت كي قاعدين ندربوا، سميته أنا فقه الحكم. ولذلك إذا عندي اختلافات مش معنى أن احنا معاش ود بيناتنا، مش معنى أن نسيت أصحابي اللي عديت معهم 45 سنة ولا 40 سنة، لا، اختلفت على سياسات. أنا دخلت للنهضة باش نحقق مشروع، باش نحقق نتبعوا سياسات، سياسات أننا مانيش مستعد نتحالف مع الفساد، مش النهضة تحالف مع الفساد، مش مستعد نتحالف مع اللي ضد الهوية العربية الإسلامية بالبلاد، مانيش مستعد نتحالف مع اللي يعترفش بالحريات والديمقراطية وينادي إلى الرجوع والديكتاتورية. ونتحب وقت اللي نتحالف نتحالف على برنامج. يا مسيحة مادي، علاش بعد 45 سنة معناها فقط اللي المشروع نتاعك لا 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 تقدم لا لا في المشروع؟ لا مش 45 سنة، أنا أتكلم فيك على فترة الحكم. أي أنا لحد الحكم أنا في مشروع الله، بعد ذلك وبعد التحالفات نتاع 2014 نعتبرها ماهيش موافقة، ماهيش تابعة المشروع اللي تحب عليه أنت. ماهيش تابعة قناعاتي على الأقل، خلينا المشروع ماهيش تابعة قناعاتي، وما رايش مصلحة البلاد وعبرت عليها والنتائج أثرت ذلك. توا احنا في 2019، ماذا بينا نعملوا بكل نزاهة البيلون تاع الحكومة هذه 5 سنين؟ شو عملت تونس؟ يلوموا على حكومة حماد الجبالي ايش عملت في عام وثلاثة شهور؟ أنا نقول لك ايش حققت، وخلي يقولون ايش حققوا هما في الحياة السياسية القيمية الاقتصادية الاجتماعية، يقول لنا شنو حققوا. أنا نعتبر وخر برشا، حتى في تكملة المؤسسات الدولة، المحكمة الدستورية، المؤسسات الرقابية، هم اتفقنا عام بعد الانتخابات تأسس المحكمة الدستورية. لذلك أنا الحصيلة باش نقولش عدمي يقول 100% سلبية، نقول أغلبها لم يكن يحقق طموحات الشعب اللي هو طموحات اقتصادية واجتماعية بالأساس، والشغل والصحة والتعليم وكذا. وينهم هذم الأولويات؟ ما اللي هو صاير 5 سنين وإحنا نجادوا عرك ومعروك داخل عائلة وداخل حزب وبين القصر كرتاج وبين الحكومة وبكذا وبين البرلمان، والبرلمان يتعارك والناس كلها تتعارك. هذه هي الحصيلة بتاعها. واضح.